لطالما كان العنوان الابرز للحكومات المتعاقبه في العراق منذ 17 عاما مضت هو مكافحه الفساد، الا ان ايا من هذا لم يحدث بل حافظ العراق وزاد في تصدره لقائمه اكثر دول العالم فسادا وفشلا ضمن تصنيفات تصدرها مؤسسات دوليه ومنها على سبيل المثال وليس حصرا منظمه الشفافيه الدوليه. نظام المحاصصه الطائفيه الذي اعتمدته احزاب السلطه كان مدعاه لفرض واقع التخادم بينها والاتفاق على تمرير قضايا الفساد دون مساءله ومحاسبه حتى لم يعد بالامكان متابعه الكم الهائل من الملفات وقضايا تهريب الاموال باعتراف هيئه النزاهه النيابيه نفسها بدوره قال النائب بدر الصايغ ان لجنه مكافحه الفساد الحكوميه التي شكلها الكاظمي توقف عملها بشكل مفاجئ قبل فتح ملفات من وصفها بحيتان الفساد الكبيره وقبل القبض على كبار المسؤولين المتورطين فيها أما مستشار رئيس الجمهورية والوزير السابق شروان الوائلي فقد أكد أن ما وصفه بالثالوث المتمثل بالسياسة والإعلام والميليشيات التابع للأحزاب يحول دون فتح آلاف ملفات الفساد الكبيرة في العراق لافتا إلى وجود نحو عشرة آلاف قضية جاهزة للتحقيق بين النزاهة والقضاء لكن ما سماها بالمصدات تمنع تفعيلها مشيرا إلى أن اتفاقا تم بين الكتل لامتصاص حالة الغضب الشعبي على اختيار مئة ملف أساسي لها أثرها على الرأي العام لكن هذا لم يحصل ولن يحصل بسبب حالة الخوف والهلع التي تتملك القضاء الذين لا يملكون اي دعم او غطاء حكومي لمواصله عملهم بعيدا عن التهديد والابتزاز مع وجود اجنحه سياسيه تحمي المتهمين بالفساد وفقا للمستشار نفسه اما النائب علي البوديري فقد اكد ان مافيات الفساد باتت لها قوه مهوله في العراق واصبحت سلطتها وامكانياتها تفوق سلطه الدوله بعد تغلغلها في كل المؤسسات حتى اوكل لها حق اختيار الوزراء وفرض جمله من الاتفاقات والشروط عليهم ومنها تحذيرهم من محاوله فتح او التقرب من ملفات الفساد ومع كم التصريحات الحكوميه وتشكيل اللجان التحقيقيه بشان القضاء على الفساد الذي عده مختصون بانه لا يعدو اكثر من حبر على ورق فان معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى اكد ان الخطوات نحو التغيير في العراق ما زالت افاقه قاتمه بسبب استمرار النظام السياسي القائم على المحاصصه وسطوه الميليشيات.